برضه شاهدنا الشراء. اي هاي الشراء كل الشراء ما فيها شيء. هذه من افريقيا ذي؟ لا هذه من انتاج محلي هذه. واعمارها كم ذي؟ هذه تحسب عمر هذه 45 تقريبا 45 سنة. هذا 45 سنة. وهذا والثنتين ذوليك 45 اناثي. هاي تقريبا 35. يحسب سبحان الله بالطبقات اللي هنا. كيف؟ كل سنة تطلع طبقة على حسب تغذيتها. شوف الخط الخطوط هذه تحسب بالعدد. كل نزلة وطلعة وسنة. أنتم تسمعون؟ السنين بالتعرجات اللي موجودة هنا. بالتعرجات على حسب التغذية. إذا ما تغذت سنة ما تطلع التعرج ولا تحسب السنة. هم يحسبونه زي كذا. يعني حصلي تغذى نفس الجلد ذا؟ لا نفس تغذيتها. إذا تغذت سنة تغذت هي زينة طلع بها طلعة تقشف. سبحان الله. وشكلها؟ هذه براويز. أكلها هو. سبحان الله. هذا أشياء مع أشياء وخضروات. هذه مو بلحوم يعني؟ لا لا لا. لا فيها البرمائية تاكل لحوم. البرمائيات هذه نباتية. هذه نباتية هذه برية هذه. سبحان الله. في سلاحف برمائية. تاكل لحوم. ما شاء الله. تعال من هنا ابو سعيد عشان تشوف كذا. هذا اللي انت ذكرتها تشكيله هذه. شوف التعرجات هذه تقول خطوط. اي اشوفها. هذه تحسب من هنا بعدد السنين. الطلعه سنه، النزله هذه سنه، الطلعه سنه. طيب هذه كم قيمتها؟ لا هذول رخاص، هذول يمكن كل ما يجين 15000. دابن خالص. يعني على حسب الحديقه مكاليف تكاليف الحديقه. اها. إذا ما تغذت زين قالت سنة ما تغذيتها لك عليها ما يطلع الخط ولا تحسب السنة. هي تعب ولا ما؟ لا لا ما تعب. لا لا تاكل. لو جبت إنتاج في إنتاج ولا ما في إنتاج؟ في إنتاج. هذول اثنين ذكور وهذول اثنين. لا بس ما إنتاجت عندي أنا. لا والله بالحديقة ما إنتاجت. ليش؟ متعبة يعني؟ لا والله بس أنا تنقل أنا أمسك حدايق. أي السباق. هي يبغى لها مكان. الحين ماجد ما شاء الله حول الموهبة إلى مهنة ترزق الله فيها. وعنده حديقه الحيوان صار يستفيد زين. اي يستفيد يا رب يبارك الحمد لله. صار يستفيد صار فايده في فايده. ما عندك مشكله حتى الموت لو نطلع في فايده جبنا بس ما يجيبها.